Sheikh Abdul RidaMa'ash and a number of managers of the 14 infallible institution accompanied a group of female seminary students in their visit to the central office of the Grand Ayatollah Shirazi in Holika. At their presence in this office, these cultural activists and seminary students had a meeting with the Grand Ayatollah Shirazi where they listened to the statements and advices of His Eminence. Grand Ayatollah Shirazi Central Office hosts cultural activists and seminary students. Sheikh Abdul RidaMa'ash and a number of managers of the 14 Infallibles Institution accompanied a group of female seminary students in their visit to the Central Office of the Grand Ayatollah Shirazi in Holika. At their presence in this office, these cultural activists and seminary students had a meeting with the Grand Ayatollah Shirazi where they listened to the statements and advices of His Eminence. يصنعون العبقرية بتاريخهم أنقل لكم قصة من ماضي التاريخ بالنسبة إلى امرأة كانت كواحدة منكن كيف كانت وكيف وفقت رجل كان في أيام أمير المؤمنين صلوات الله عليه من رهبان النصارى راهب نصراني اسمه سنسن وكان في الحجاز وبقي على النصرانية إلى أن مات هذا الرجل سنسن له ابن اسمه أعين صار مسلم ولكن كان منحرفا عن أهل البيت عليهم السلام كان في أيام الإمام الحسن والإمام الحسين عليهم السلام وبقي على انحرافه عن أهل البيت إلى أن مات له 10 أبناء وبنت واحدة هذه البنت تكنى في التاريخ بأم الأسود أم الأسود كنيتها هؤلاء كانوا في أيام الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام وبقوا إلى أيام الإمام الباقر وبعضهم إلى أيام الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام هذه البنت بجهدها بنشاطها ببحثها عن الحقيقة بدراساتها المتواصلة صارت في أيام الإمام السجاد عليه السلام من خلص شيعة أهل البيت هذه البنت وطوال سنوات هذه البنت صارت سبباً لهداية 8 من إخوتها واحداً بعد واحد نجد في هذه السلالة والأسرة المباركة العظماء من أصحاب المعصومين عليهم السلام زرارة ابن أعين من هؤلاء بكير ابن أعين من هؤلاء بنت واحدة تستطيع لهذه الموفقية العظيمة هذه كانت واحدة مثل أي واحدة من البنات المؤمنات من النساء المؤمنات كل واحدة منكن بإمكانها أن تصبح مثل أم الأسود